لسه بنتحدث عن يعني الآثار، ودلوقتي تعالوا نروح لمكان أثري آخر، منطقة أهرامات الجيزة الأثرية. بنتابع فيها فعاليات النصف يعني ماراثون اللي بتنظمها وزارة السياحة والآثار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من زميلنا رامي محمد. صباح الخير يا رامي. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر من سفح أهرامات الجيزة. وقبل شوية انطلق نصف ماراثون المقام هنا على أهرامات الجيزة بمشاركة كبيرة وواسعة للشباب من داخل وخارج مصر، بمعدل 4000 شاب بيشارك في نصف ماراثون المقام بأهرامات الجيزة. يعد نصف ماراثون بالمقارنه بالماراثون الكامل هي نصف المسافه اللي بيتعداها العداؤون او كمان المتسابقون من مصر وخارج مصر في نصف مسافه الماراثون الكامل بمشاركه كبيره، كما تحدثت 4000 شاب ومؤسسات سواء من داخل مصر او خارج مصر. وكمان ضمن الخطه الكبيره اللي بتقوم عليها وزاره الشباب والرياضه بمشاركه كمان وزاره الاثار والسياحه، وكنت في لقاء قبل قليل مع وزير الشباب والرياضة وتحدث ان دي ضمن خطة ايضا ترويجية للفعاليات الرياضية بجانب المناطق الأثرية منها منطقة أهرامات الجيزة. الماراثون بيعد من الفعاليات الأولى والكبيرة على مستوى العالم، وبيقام للمرة الرابعة على التوالي هنا بمنطقة الأهرامات، ومشاركة واسعة وحضور دولي كبير من كافة دول العالم. التقينا بعدد كبير جدا من الوفود المشاركة والمتسابقين، وكمان يعني المشاركين سواء بمؤسسات وفرق أو بالشكل الذاتي عن طريق التواصل مع المنظمين عبر الإنترنت والأبليكيشنز الخاصة بالهاف ماراثون المقام بمنطقة الأهرامات. وكمان دلوقتي يمكن بدأ المتسابقون يعودوا مرة أخرى إلى نقطة النهاية الخاصة بالماراثون اللي انطلق قبل قليل، بمشاركة كمان الفعاليات المقامة هنا بجوار الماراثون في مشاركة كبيرة جدا لعدد من الخدمات وعدد من الشركات الداعمة والمشاركة والمتخصصة في الفعاليات الرياضية بالمناطق الأثرية. كمان بتقدم خدمات كبيرة جدا سواء من وجبات ومن مشروبات وغيرها على امتداد طريق الماراثون، وكمان عند الافتتاح وعند الختام. عودة لك مرة أخرى. بنشكرك رامي محمد من واحدة من عجائب الدنيا السبع من منطقة أهرامات الجيزة والنصف ماراثون الذي يقام هناك. شكرا رامي مرة تانية على هذه التفاصيل.